هذا يا خويا القنصليه نتاع تونس هنا نتاع تونس في بلجيكا اللي المفروض تعاون لاعبين، جيتهم 2015 قدمت باسبوري بعد 8 شهور جاوبوني قالوا لي هو راه في 3 شهور يجاوبوا، قالوا لي لا مانعين عليك باش تاخذ الباسبور. باهي مشيت على روحي جبت بنيه خذيت الاوراق، هاي الاوراق نتاعي الاولى فيها شهرين ونخ 5 سنين، جيتهم توا قلت لهم اعطوني يا ولادي اعطوني الباسبور، قالوا لي تونس مكب لازمك تهبط يعطوك ليسي باسي، باش تهبط ليسي باسي تهبط لتونس، لازمك ليسي باسي، ليسي باسي باش يكون في المرناقيه ديريكت بوشوشه مرناقيه، علاش تحب تضيق خالي في تونس وتحب تضيق خالي لهنا في بلجيكا؟ انا عندي بنتي وعندي المراه معايا وخذيت الاوراق يسيب المربوط، سوريا مانيشني في سوريا، يا الذبي في الديسكوتيك في بلجيكا قدامها هاي القنصليه نتاع تونس، مدلي اللي يخدم في الداخليه برا نيك يا الذبي برا نيك انت وداخليتك والعالم معاك، خرجت من تونس علاش تتبع في نمي؟ يا زبي كلمتكم على الباسبور مدلي باسبوري يا زبي، علاش تشدين في نبعث 50 جواب؟ مدلي خويا سهل لي وضعيتي لهنا ماشي عصابات في المحكمه الاداريه، قال لي محامي قال لي دوسيك قال لي اجراء الحدود مش عاملينه لك في المحكمه الاداريه، فهمتني عاملينه عصابه اللي تخدم اللي يحب يولي نعرفه اللي هو يخدم الكببله الموبله، فهمتني عامل لك اجراء حدود علاش؟ خاطر تصلي ولا واحد في تونس ولا يقول يصلي يحشم لو نو يخاف عرفت ولا التهمه تلات معروفه هذه من قبل معناها سهل الوضعيه، هو تحكي على تونس اهبط تونس مانيشني هابط تونس بهي انا بالقرون تقول لي ليزي باسي على شكون تكذب على شكون تضحك فهمت؟ وانا لهنا في بلجيكا هاي هاي القنصليه البلجيكيه كل يوم باش نجيهم لهنا راني كل يوم، وكنت نحكي معاكم في تونس هكا وكل يوم باش نجيهم لهنا ونتكلم على الباسبور وتونس انت مانيشني هابط تونس بوراقي وجوي باهي واللي يخدم في الداخليه يعطيك عصبه صافا مريقل هاي شو